أحمد، إزيك يا أحمد؟ الحمد لله على السلامة. غريب، أنت كبرت قوي. والله أنا حاولت أبطل قصير لكن ما قدرتش. لا بس فاكر يا أحمد لما كنا بنلعب وإحنا صغيرين؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ تعرف قبل ما تندهلي وتقولي يا بطاطس كنت بفكر في إيه؟ في إيه؟ في العروسة اللي خطفتها منك. صحيح. والنبي، طب انت فاكرة ليه انا خطفتها منك؟ عشان خطفتي الطاقية بتاعتي. لكن انت عانيت ومرضتش تيجي. رحت معيط. لا معيط. لا عيط. لا معيط. لا. او النبي عيط وانت قعدت تضحك علي. لكن في الاخر صعبت علي وجيت قومتك ومسحت المهم. سكت عشان مفيش حاجة خلاص خلصت فيك.